أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا أينما كنتم. الآن وصلنا إلى فقرة الصحف وأهم ما جاء في الصحف وقراءة وتحليل هذه الاتجاهات مع الأستاذ عاصم إسماعيل. أهلا وسهلا مرحبا بك. صباح الخير عليكم. السلام. مرحبا بك. بدايتنا بالانتباه جاءت بهذا التقرير للكاتب الصحفي الأستاذ عبد الرؤوف طه تحت عنوان بعد الخلاف حول ترشيح طه عثمان تجمع المهنيين الرمال تتحرك تحت أقدامه. كتب الكاتب مقدمة في هذا التقرير قال فيها شهدت أوساط تجمع المهنيين خلافات حادة في غضون الساعات المنصرمة، وتمظهرت تلك الخلافات في رفض عدد من مكونات التجمع ترشيح طه عثمان إسحاق لعضوية المجلس السيادي، الأمر الذي دفع الرجل إلى أن يعلن اعتذاره عن عضوية السيادي رغم اختياره من قبل تجمع المهنيين. دي المقدمة. يمكن أستاذ عاصم قبال ما نطلع على الهواء كنا نتكلم عن شنو ممكن يعتبر دلالات لمثل هكذا اختلاف، وشرط أنه ده دليل عافية. نعم أنا أفتكر أنه يعني إثارة الموضوع الآن قبل أن يتم التوافق على طه وعثمان أو قبوله من المجلس العسكري في المجلس السيادي، يعني ده دليل، أنا أفتكر أنه دليل ممارسة ديمقراطية راشدة جدا، خاصة وأن التجمع يعني أو قوى الإعلان الحرية والتغيير استجابت لمطالب الجمهور، خاصة وأن هنالك وثيقة تم الاتفاق عليها منذ الحراك الثوري أن يعني عدم مشاركة قوى إعلان الحرية والتغيير أو أعضاء قوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس السيادي عدا المجلس التشريعي. أيوة. ولذلك نجد أن يعني هذه الانتقادات التي وجهت لترشيح طه عثمان للمجلس السيادي أنا أفتكر أنها يعني هي انتقادات موضوعية ووجدت قبول أو رد فعل إيجابي من القوى الأخرى، يعني سواء كان من قوى إعلان الحرية والتغيير أو تجمع المهنيين الذي رشح طه عثمان أو حتى طه عثمان نفسه اعتذر عن الترشيح. ولذلك أنا أعتقد أن هذه الردود هي ممارسة ديمقراطية جيدة جدا، يجب علينا أن يعني لا ننسحب منها ولكن يعني ندفع بها بمزيد من الديمقراطية. طيب يمكن اسم طه عثمان منتشر في الساحة السياسية السودانية. نعم. ومباشرة الناس بتمشي على طه عثمان المشارك في النظام السابق، لكن هنا اختلاف طبعا طه عثمان. نعم. إسحاق. نعم. ندي خلفية للمشاهدين عن هذه الشخصية. نعم أنا أفتكر أنه طه عثمان إسحاق هو من الناس المؤسسين بالنسبة لتجمع المهنيين يعني قبل قيام الثورة، وهو كان نشط جدا وهو شخصية محامي من أولاد دارفور، وكان له القدح المعلى في مسألة الحراك الثوري. نعم. والتنظيم وما شابه ذلك، ولكن غير الشخصية المعروفة في غير الشخصية بشكل. المعروفة للناس التي سبقت هذا الحراك الثوري في السودان. ولذلك أعتقد أن يعني كثير من التجمع أو قيادات التجمع أو أعضاء التجمع يرون أن طه عثمان من الكفاءات الكبيرة جدا والتي كان لها إسهام يعني في مسألة الثورة، ولذلك أنا أعتقد أن ليست كل الكفاءات يعني لابد أن تتبوأ المناصب، فهو شخص واحد يتبوأ منصب ولكن هنالك كفاءات أخرى يمكن أن تدفع بمواقف إيجابية لاستمرار عملية التحول الديمقراطي في السودان. تمام. طيب قبل ما نمشي للصحيفة الثانية وموضوعنا الثاني فيها، خلينا كمان نقف مع السادة المشاهدين حول آخر المستجدات. نعم. طبعا في حديث ما يتعلق بتأجيل حل المجلس العسكري وهذه التفاصيل، قادر تقرأ شنو من الحاصل فيها؟ والله نعتقد أنه يعني هو طبعا قوى إعلان الحرية والتغيير طلبت يعني مهلة 48 ساعة. نعم. حتى يتم التوافق على المرشح من قوى إعلان الحرية والتغيير، وأعتقد أن هنالك اجتماع تم بالأمس استمر حتى الساعات الأولى من الصباح. يعني حتى الآن لم ترشح بصورة رسمية مدى التوافق على الشخصية التي تم التوصل إليها. هناك بعض التسريبات. ولكن هنالك بعض التسريبات تشير إلى أنه تم يعني التوصل إلى أو الاتفاق حول شخصية
يعني بعد أن اعتذر طه عثمان والحراك الذي حدث أخيرا. وأعتقد أن يعني نحن الآن في مرحلة يعني مرحلة حساسة جدا تتطلب منا الدقة والالتزام بالمواثيق والالتزام بالعهود وننطلق إلى الأمام، خاصة وأن المجلس العسكري يعني 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 أبدى تجاوب كامل جدا لإعلان قوى الحرية والتغيير في يعني حسم أمره، ولم يتدخل في مسألة ترشيح طه عثمان، لم يتدخل في الترشيحات التي رفعت له. طبعا الموضوع موضوع بلد يعني موضوع دولة يعني ما مسألة بتاعت إجراءات بسيطة إنما إجراءات صعبة حقيقة. طيب نتحول لصحيفة السوداني اللي جاءت في صفحتها مال وأعمال عنوان تجار يقولون استقرار الأسعار أو إسعار السلع بالأسواق. في تفاصيل العنوان ده أظهرت جولة ميدانية لصحيفة السوداني بالأسواق استقرارا ملحوظا في أسعار السلع الاستهلاكية، وأرجع عدد من تجار السلع الاستهلاكية السبب للركود وضعف القوى الشرائية عقب عطلة العيد، واصفين أوضاع السوق والأسعار بالضبابية، وشكى التجار من استمرار أزمة السيولة. وقال رئيس تجار القطاعي بأم درمان أحمد النولي السوداني إنه التوقيع خطوة إيجابية نحو الإصلاح الاقتصادي، وكشف عن الخلل الاقتصادي بيقود إلى إيجاد الحلول الجذرية وأن الكشف عن الخلل الاقتصادي يقود إلى إيجاد الحلول الجذرية. نجي في الحد هنا طبعا موضوع الأسعار والسوق والمعيشة دائما في كل حلقة هو معانا، لأنه في النهاية دي حياة الناس يعني، وأكيد كل المستجدات فيه. وأنا أذكر جدا ملاحظتك في مرة سابقة إنه جاء عنوان لا زيادة في الأسعار، وكانت إشارة ذكية جدا بأنه نحن ما نقول لا زيادة في الأسعار، لأن أصلا الأسعار هي زايدة موجودة. لكن كيف تقرأ هذا الاتجاه وحتى الاستطلاع اللي قامت به صحيفة السوداني آراء الناس في أنه الكشف عن الخلل الاقتصادي هو بيعد خطوة مهمة في هذا الإصلاح؟ شوف، هو الأزمة الاقتصادية خلت أنه كل الناس يعني حتى التجار العاديين في السوق يعني يطالبوا، يعني هنالك مطالب يعني حتى من التجار الذين يتهمهم البعض بزيادة الأسعار يطالبوا بإيجاد يعني إصلاح اقتصادي. يعني لأنه شوف حينما يحدث ركود في السوق يتضرر التاجر أيضا من ضعف القوة الشرائية، ونحن إذا قلنا أن هنالك استقرار في أسعار السلع بالأسواق هذه مرحلة أولى أو خطوة أولى، نحن لا نريد أن تستقر الأسعار مرتفعة. هو في استقرار نعم، في استقرار لكن بأسعار مرتفعة. نحن نريد أن يعني هذه الخطوة الأولى يعني تعقبها خطوات أخرى. يعني تكون الأسعار في متناول الأيدي ويكون هنالك حراك في السوق. يعني هنالك أزمة اقتصادية مستفحلة في السودان يعني استمرت سنوات وسنوات، يعني إلى أن وصلت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية بعدم وجود السيولة، بعدم وجود المواصلات، بعدم وجود الكاش في أيدي المواطنين، ضعف المرتبات، ما شابه ذلك. هذه كلها منظومة واحدة، يعني يجب على القائمين على الأمر يعني معالجة هذه المعضلة الأساسية. يعني التجار يشكون من وجود قلاء الترحيل وعدم وجود الوقود وعدم وجود السيارات التي ترحل وعدم وجود الرقابة وعدم وجود نقاط التفتيش والرسوم الكبيرة التي تفرض على البضائع التي تصل إلى الأسواق. وهذه من الأشياء الضرورية التي يجب عليه على القائمين على الأمر خلال الفترة المقبلة أن يضعوها نصب عيونهم، خاصة وأن الفترة المقبلة هي فترة حساسة جدا تتطلب يعني النظر إلى أوضاع المعيشية بالنسبة للمواطنين بصورة يعني متفحصة وكاملة ليس جزئية. يعني يمكن المتابع لقناة الحدث أجرت عدد من اللقاءات مع المجلس العسكري في استوديو الحدث اللي كان في الخرطوم، واللي لحد الآن تقريبا موجود يعني في تحليل للواقع. الشاهد إفادة أحد المتحدثين على المجلس إنه في الفترة القادمة من الأولويات مسألة معاش الناس، ويبدو لي الاتجاه في الاتجاه السليم، وحتى قوى الحرية والتغيير. وطبعا نحن الآن سنتحدث في الفترة الجاية يعني عن حكومة الفترة الانتقالية، لا عن المجلس العسكري ولا عن الحرية والتغيير، إنما حكومة الفترة الانتقالية بكل تفاصيلها. نتحول لعنوان آخر أيضا في صحيفة السوداني، شح الجازولين يقلص المساحات الزراعية بالقضارف، أيضا هو ربما من المواضيع اللي بيتم الكثير الكلام عنها.
وباعتبار واحد من الحاجات الأساسية فيما يخص الموسم الزراعي. الصحيفة قالت في تقريرها: كشفت هيئة الزراعة الآلية بولاية القضارف عن استهداف مساحات للزراعة في الموسم الحالي أو مساحة 7.6 مليون فدان، معلنة عن تحضير أكثر من 5 ملايين، بينما تمت زراعة أكثر من 4 ملايين فدان إلى جانب مساحات أخرى داخل الغابات، ثم مساحة 512 فدان في الوديان شمال خط المراعي تتم زراعتها في هطول أو في حال هطول أمطار غزيرة. وأكدت للسوداني أنه الزراعة في مرحلة الكذيب بالمناطق الجنوبية والجنوبية الغربية والوسطى بالولاية. نقيف مع العنوان وشح الجازولين يقلص المساحات المزروعة بالقضارف، يمكن مسألة ما واقفة في القضارف بس، يعني الجزيرة وأحيانا المرافق الشمالية كل الولايات السودانية تعاني معاناة كبيرة جدا. هو اللافت للنظر أنه يعني مسألة الزراعة طبعا هي العمود الفقري بالنسبة للسودان، يعني أيوة، وهي المحرك الأساسي لكل الموارد الأخرى، سواء كان موارد بشرية أو موارد يعني صناعية أو صادرات وما شابه ذلك. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني مسألة الزراعة يجب أن تولى اهتمام كبير جدا إذا أردنا يعني تنمية حقيقية في السودان. يعني كل عام يتكرر مسألة يعني ضعف يعني وصول الوقود إلى المناطق الزراعية أو شح الجازولين أو عدم وجود جازولين. والمأمول من المسألة دي أنه يعني إذا كان أردنا أن نهتم بالتنمية في السودان علينا أن نهتم بالزراعة. الزراعة لديها مطلوبات أساسية، يعني عمالة ماهرة، تقنيات حديثة، يعني تشغيل بالنسبة لعاطلين عن العمل، يعني تحرك كل دولاب التنمية في السودان. ولذلك يعني من المهم جدا أن تكون هنالك خطة واضحة يعني للموسم الزراعي. نحن الآن دخلنا موسم زراعي وسوف نخرج منه غريبا، ولكن يعني يجب علينا النظر إلى المستقبل. نعم. المستقبل يتطلب خطة واضحة وتوفير يعني معينات أساسية. إذا وفرنا الجازولين ولم نوفر يعني العمالة ولم نوفر التقنيات الحديثة، يبقى إنه الكلام يعني ليس مضبوط. يعني نحتاج إلى توفرت كافة المعينات التي تعين على يعني استنهاض العملية الزراعية في السودان. طيب، في ناس كثير بيتكلموا عن موضوع الصناعة وحتى يمكن خطين ماشيين مع بعض. نعم. ومعروف إنه السودان بلد زراعي، لكن فيما يخص بالإنتاج وحتى التصدير، يعني احنا بنستورد اكثر مما بنصدر يعني. نعم. فقادر تشوف الفترة الجاية هل ممكن استيعاب الناتج الزراعي وتصنيعه بعد ذاك وتصديره كمواد جاهزة عشان بعد ذاك يرجع؟ هو طبعا التكامل لابد أن يكون ما بين الزراعة والصناعة أمر مهم جدا. القيمة المضافة التي يتحدث عنها كثير من الاقتصاديين هي يعني الزراعة توفر يعني المنتوج بالنسبة للصناعة. الصناعة أيضا تعاني من إهمال كبير جدا، يعني هربت كثير من المصانع من السودان والصناعيين من السودان لأنها تعاني من الرسوم وتعاني من الكهرباء، انعدام الكهرباء، وتعاني من البنيات التحتية. نعم. ولذلك يعني المطلوب جدا مشاكل موروثة من النظام السابق، مشاكل موروثة. يعني نحن الآن بين يدي تغيير حقيقي يجب أن يعم كافة القطاعات الحيوية في السودان. إذا تحدثنا عن نسب عطالة كم 60%، هذه العطالة يعني بسبب عدم توظيف هذه العطالة في مشاريع منتجة. هذه المصانع تتطلب أيضا يعني اتجاه جديد في إعفاء الرسوم وفي النظر إلى مدخلات الإنتاج. يعني السودان وفقا لإحصائيات سابقة إنه يعني استورد حوالي 3000 سلعة يعني ويصدر سلعتين. يعني هذه من الأشياء فيها مفارقة كبيرة جدا يعني. طيب، نمشي لصحيفة الصيحة ويمكن جاءت بعنوان ما بعيد من الواقع اللي بنتكلم عنه والأمطار وما إلى ذلك. عنوان الصيحة: غرق الجيلي، تفاصيل مأساوية، هكذا عنونت الصحيفة لهذا الموضوع. وجاءت بمقدمة: اجتاحت سيول عارمة ضاحية الجيلي شمال مدينة بحري أمس الاثنين، مما أدى إلى تهدم
الحاجز الترابي حول المدينة من الناحية الشرقية، وتسببت السيول في إغراق العديد من المنازل والممتلكات بالأحياء الجنوبية للمدينة، وأجبرت عدد من السكان للفرار من منازلهم لإنقاذ أنفسهم. تابعت أستاذ عاصم تفاصيل الموضوع؟ هو طبعا أمر محزن ومؤسف جدا أن تتعرض بعض المناطق لسيول ويدخل يعني المواطنين يعني في مأساة حقيقية يعني. وده تخبط يعني. أنا أفتكر إنه يعني زي ما قالوا أهلنا إنه السيل ده يعني أو الوادي ما بيغير دربه مهما كان. أيوة. ولذلك يعني من الأشياء المهمة عندما تريد أن تخطط لمنطقة سكنية لابد أن تراعي يعني المجاري الأساسية بالنسبة للمياه. وهذا مفقود أو مفتقد جدا. والأمر الثاني أيضا هو الضيق الاقتصادي أيضا يساهم كثيرا جدا في مسألة يعني السكن يعني حتى المواطنين يعني لا يجدون يعني بدا من 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 درء أنفسهم من السيول. ولذلك تجد أن كل المباني التي تبنى في المناطق هي مباني يعني قابلة لشنو؟ قابلة للهدم في أي لحظة من اللحظات. ما بنا مسلح. هاي ما بنا مسلح. نسبة لضيق الشظف العيش في السودان، ونسبة للأزمات الاقتصادية التي يمر بها لنا، ونسبة للهجرة الكبيرة جدا من الولايات. يعني حتى هنالك يعني هجرات من ولايات تأثرت بالحرب. وهذا هو المقصود، إنه الناس يتحدثوا عن السلام في السودان حتى يعم كل السودان ويرجع الناس إلى مناطقهم آمنة. ولذلك إذا أردنا أن نعمل إصلاح كبير جدا يجب علينا أن نصلح يعني كافة المنظومة المتعلقة بمسألة السلام والتخطيط وما شابه ذلك بالنسبة للخدمات المقدمة للمواطنين. يعني الآن ننظر إلى أن هنالك جسر أو ترس يعني يجب يعني هذه من الأشياء التي حاجز ترابي. حاجز ترابي يعني يمكن أن يعمل بدون يعني تخطيط أو بدون أي نظرة مستقبلية يعني. حتى الولايات يا أستاذ عاصم، يمكن في عرض الإخبار قبل ولاية النيل الأبيض يعني نادت بضرورة الإسراع في معالجة نفس الإشكال. ولايات كثيرة يعني عانت. نحن نحتاج إلى خطط، يعني خطط في المناطق السكنية، إلى صرف صحي، إلى مجاري، إلى فتح الشوارع الرئيسية، إلى كثير من الأشياء المتعلقة بالتخطيط في السكن، سواء كان في العاصمة الخرطوم أو في الولايات يعني. حتى لا ينجم أو يتأثر المواطنين سلبا. طيب، ختام جولتنا بصحيفة التيار وتحت عنوان الثورة بين البناء والهدم، هكذا عنوان الكاتب محجوب عروة مقاله في عموده قولوا حسنا. لست أدري لما يتعامل بعض الذين قادوا هذه الثورة السلمية العظيمة بمثل هذه الفوضى والصراعات من أجل مكاسب شخصية وحزبية وجهوية ضيقة لدرجة يتعاركون بالضرب الكراسي والسباب بأقذع العبارات، في حين قدم مئات الشهداء والجرحى أنفسهم فداء لهذه الثورة، لم يطلبوا منها وظيفة أو سلطة أو مالا. من حق الشعب أن يعرف هل هؤلاء القادة ما اندفعوا لهدم النظام القديم لمجرد أنهم يريدون أن يحلوا محلهم ليمارسوا المراهقة السياسية وطلب الوظائف. طبعا كاتب محجوب عروة يعني ساق مجموعة من الأشياء التي شوهدت يعني في الأيام الماضية وفي حتى قبل فترة يعني. فكيف قادر ترى هذا الاتجاه لما جاء به الكاتب الصحفي؟ هو طبعا هو من الطبيعي ان يكون هنالك صراع على السلطه يعني من قبل القوى التي قامت بالثوره. وهي ترى ان المدنيه تتطلب يعني كفاءات بمواصفات معينه، تتطلب ايضا رجال اقوياء لمواجهه المشاركين في الحكم من المجلس العسكري، وتتطلب ايضا يعني نظره للمستقبل. ولكن من غير الطبيعي ان يكون هنالك تنافس على الكراسي وعلى المناصب. في حين انه اشار الكاتب الى ان هنالك من قدموا انفسهم شهداء من اجل هذه الثوره، ولكن ايضا
مسألة التنافس على الكراسي أيضا أنا أعتقد أنها أيضا من 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 أجل الشهداء الذين راحوا يعني، خاصة وأن النظام الديمقراطي يعني لديه آليات ولديه مؤسسات ولديه قضاء عادل ولديه يعني رغبة من الشارع السوداني، وأعتقد أن هذه هي الممارسة الديمقراطية يعني وليس أكثر ولا أقل يعني. تمام. طيب يعني برضو من الحياة اللي جات في العناوين الكبيرة للأعمدة لكتاب الأساتذة الأجلاء في صحيفة التيار، الكاتب الصحفي الأستاذ عثمان المرغني في مقاله في عموده حديث المدينة، يا سلام شباب جديد، هكذا عنوان للمقال. أعجبني لدرجة الثمالة مشهد شبابنا اللي يتظاهروا أمس أمام دار حزب الأمة القومي خلال انعقاد اجتماع قوى الحرية والتغيير وهم يحملون لافتات تندد بالمحاصصات وشعارات أخرى. يجب أن يعلم الجميع أن نجاح هذه الثورة في تحقيق أهدافها رهن حراسة الشباب لها طالما أنعم الله علينا بشباب قادر وراغب في ممارسة حقه الدستوري. الآن الناس يتكلموا عن المدنية والدخول في المدنية والديمقراطية، وأصبح شكل الحكم خلاف سابق. ربما يتم التعيين لا أحد يتكلم، ربما تتم السياسات ولا أحد يتكلم، لكن الآن هنا شباب يطلع ويتظاهر. كيف ختاما يعني تقدر ترى هذا المشهد؟ شوف أنا أفتكر أنه دي قمة الوعي بالنسبة للشباب السوداني، يعني أنه هو رقيب على هذه الثورة. نعم. يعني كونه يتظاهر يعني شباب أمام دار حزب الأمة القومي من أجل انتظار يعني لحظة ممكن أن تثمر يعني بترشيح أحدهم، يعني نعم. هذه من قمة الممارسة في المرحلة المقبلة، ولذلك كثير من المراقبين يرون أن الثورة السودانية محروسة يعني لا. محروسة برقابة هذه الفئات من الشباب، ومحروسة من قبل الرقابة يعني الواعية جدا والتي تنتظر مستقبل للسودان. يعني الناس يتحدثون عن الشباب وهم المستقبل ووقود الثورة وهم الذين يعني ينتظر منهم الكثير، ولكن بالمقابل يجب أن ننظر بعين فاحصة أن يعني لابد من أن تكون هنالك يعني رؤى أيضا يعني حقيقية، يعني وليست هتافات وليس شعارات وليس كذلك. يعني نحن نريد الكفاءة لكي تحكم، نريد الكفاءة لتقدم للسودان يعني، وليس يعني كل من هب ودب يريد أن يتقلد منصب. تمام، شكرا جزيلا لك أستاذ عاصم إسماعيل على كل هذه القراءات، لك التحية. شكرا جزيلا، تسلم، تحية، بارك الله فيك.